أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، توقعات الخميس الموافق 11 مايو 11 أيار 2023. توقعات العشرية الأولى، النهاردة مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، لازم تستغل ده عشان تعرف تسيطر على كل الأمور. هتنجح في الشغل وخارجه، حتى في حياتك الشخصية هينتج عن كل ده نظرة دافية جدا لكتير من الأمور، فيها كتير من الفوائد. هيقدرك الناس وهيعاملوك بمودة، وهتفكر في انك تعيد كتير من الامور مرة تانية عشان تعرف تقيمهم بشكل صحيح. هيبقى فيه تنبؤ بقدوم فترة فيها اختبارات مهمة، هنتعامل معاها بتفاؤل وثقة في كل امكانياتنا الذاتية. ما نتأثرش برأي الاشخاص اللي حوالينا كتير، وما نخليهاش تحيدنا عن معتقداتنا مهما اتفائلنا فيها. النهاردة في استخدام واضح للمواجهات علشان نلاقي اللي بيدعم حججنا اللي بتبقى فيها تأييد لموقفنا. هنكتشف فرصة أو فرصتين نحسن بيهم الوضع أكتر وأكتر. الموضوع ابتدى يزداد صعوبة في الشغل، لازم نتقبل عروض المساعدة اللي بتبقى معروضة لينا عشان يقل جبل الشغل اللي بيقع قدامنا بشكل تدريجي لغاية ما يبقى مهام ممكن نتعامل معاها في الفترة الجاية. هتبقى بتتسم حياتنا الخاصة بعدد من النزاعات، ما تخليش الموضوع ده يصيبك بإحباط حتى لو كنت بتواجه الأسوأ فيه. هتستنى شوية لأن الحل بيجيلك من الداخل في بعض الأحيان. ما تقللش من أي أعراض جسدية بتحس بيها، دور عن السبب وراها عشان تعرف ترتاح. توقعات العشرية التانية، حماسك هيمكنك من انك تشتغل بنجاح خاصة من خلال الفريق، هيمكنك من انك تسيب علامتك بهدوء حتى لو قمت بانك تنجز كل مهماتك مع الاشخاص اللي حواليك. حاول تفتكر بس ان نجاح المجموعة هو الاهم، مش نجاحك الشخصي ولا الخطة الخاصة فيك. هينتج عن كل ده مناخ حلو جدا في البيت، هيأدي لسلوك أناني ولأضرار كتيرة جدا بعلاقاتك الأسرية على مداك البعيد. في كتير من الحاجات مش بتمشي زي ما انت حابب، هتبتدي تواجهك عراقيل في أي مكان بتتوجه ليه. كل الأشخاص اللي حواليك بيشتغلوا ضدك، حاول انك تتريث أمام كل الظروف اللي بيبدو انها هتبقى مناوئة ليك، هتتعامل معاها كونها تحديات أكتر، خاصة لو كانت بتمشي الأمور دي على غير المتوقع. هتبقى النتيجة في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة بتمر بيها هتخلي مسار حياتك يبقى ممتع ومفيد أكتر وأكتر. في كتير من الأحيان هنبقى بنتعامل مع الفشل في الشغل بإننا نبقى شجاعين زيادة، هنبص للانتكاسات دي على إنها فرصة عشان نتغير للأحسن. حتى لو قمنا بكل ده هنخرج من أعماق اليأس في حالة أحسن. هتتخذ قرارات قريبا في حياتك الخاصة، هتبقى بتلتزم برأيك أكتر وتحاول تستمع لكل اللي بيقولوا ليك الأشخاص اللي حواليك. هتبتدي تظهر ظروف صعبة كتير في شكل جسدي، هتاخد وقتك عشان تستمتع بكتير من السلام والهدوء فيها. توقعات العشرية التالتة، هتتعرض لكتير من الأسئلة في اليوم ده وهيتطلب منك إنك تدي نصيحة، وده بيتطلب انك تحافظ على السلام في موضوعات حساسة كتير. ما تخليش الغرور ده يصيبك نتيجة للثقة اللي بتبقى موضوعة فيك، وإلا ممكن تسيء استخدام الصراحة اللي بتبقى بتشوفها في الأشخاص اللي حواليك في أغراض أنانية تانية. نفوذك فيها مساعدة واضحة للأشخاص اللي حواليك ممكن تكسب قلب شخص تاني في اليوم ده. بالنسبة لي توقعاتك النهاردة هيلعب القدر لعبته معاك، وهتلاقي نفسك قدام مواقف انت ما كنتش متوقعه، لكن ما تديش اهتمام كبير. حتى لو استطعتنا نتوقع كل حاجة ممكن تغيب عندنا ملذات حياتنا، علشان كده ما نعيش حظنا ولا نحس بالأسف لمصيرنا في الفترات دي. هيكون بالعكس، نبقى يقظين اكتر. الحياة دايما بتشيل لينا مفاجآت حلوة، هيبدو اننا بنقف قدام مشكلات مش هنقدر نحلها بشكل سريع، لكن ما نيأس ونحاول نغير منظورنا للحاجات اللي هتبقى فيها حلول واضحة اكتر. ما تخافش من انك تطلب نصيحة في حياتك الشخصية والخاصة، بالذات لو كانت متقلبة في الفترة دي. هتتعامل مع كل التقلبات الغير متوقعة دي بهدوء، هتحتاج انك تسترخي اكتر، وهتاخد استراحة بعيدة عن كل مسؤولياتك. هتستمتع بشوية وقت خاص جدا بيك، هتقرأ كتاب جديد، هتستمتع بحمام مريح جدا.